نصف الليل. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، حياة أخرى نعيشها في ساعات النوم التي تلتهم ثلث حياتنا. أحيانا تكون سعيدة، وأخرى نحاول الفرار منها بالاستيقاظ. أحلامك جزء من أسرار حياتك. اتصل من أي محمول على 17 62، أو من أي خط أرضي على 093 615. بتحلم كتير، أحلامك بتجننك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك. ابعت حلمك في رسالة على 94 172، هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. للتواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv. كانت السياسة هي اهتمامك، فصحتك هي اهتمامنا. للاشتراك في خدمة رسالة لصحتك، لعملاء اتصالات، عملاء مؤمنين. رسالة صحتك، نعمل من أجل صحتك. الصحة والجمال لون جديد للحياة. اهلا وسهلا بحضراتكم بعد الفاصل. سعدنا طبعا تواصلكم معنا على الارقام الظاهرة على الشاشة قدام حضراتكم، عشان نقدر نفيد حضراتكم في المشاكل النفسية والاسرية اللي تمس حضراتكم. يمكن عشان اوضح لحضراتكم احنا عايزين نغير ايه جوانا. كل واحد عنده مشكلة نفسية، سواء ايا كانت نوع شخصيتك وقد ايه. لما حد يبقى كبر عدى 7 سنين، شوف المشاكل بتيجي منين، وشوف احنا في العلاج النفسي ولا العلاج المعرفي ولا العلاج السلوكي عايزين نغير كام حاجة، عشان نفهم احنا بنعمل ايه مع حضراتكم من خلال برنامج النصائح نصف الليل. حاول نوصل للموضوع ده. الرسمة هنا هتوضح لنا، بس توضيح بسيط ونشرح على الرسمة. بتقول اول حاجة الانسان يتولد، اول ما تتولد يحصل لك حاجة اسمها الادراك، مفهوم الذاتي. يحصل حاجة اسمها الادراك، المفهوم الذاتي عن كل واحد فينا. زي ما حضراتكم شايفين، اول حاجة المفهوم الذاتي جواه حاجة اسمها الادراك. الادراك هو الوعي والفهم والفكر، يعني مفهوم عن الحياة. الادراك ده جواه حاجتين اتنين عشان يتكون: الاسم بتاع الاشياء والمعنى. فانا اول ما اتولدت شاوروا لي على القلم وقالوا على هذا الشكل بالطريقة دي، قالوا اسمه قلم. الاسم والمعنى جواهم بيكون لي حاجه اسمها اللغه.
اللغة مش معناها عربي ولا انجليزي ولا فرنساوي، ممكن تكون عربي ولكن المصطلحات مختلفة. انا البطيخ عندنا في مصر اسمه بطيخ، تروح تونس يقول لك اسمه جلاع ولا اسمه بلاعة ولا جلاعة، تروح السعودية اسمه حبحب، تروح مش عارف فين اسمه ايه. دي اللغة اللي بنتكلم فيها، المصطلحات المتعارف عليها. جواهم بقى لما بتكبر شوية قيمي ومعتقداتي ومبادئي وحياتي كلها، دول كلهم بيتكونوا داخل اللغة، مبادئي وقيمي. الكلام اللي اتكون جواه ده عند 7 8 سنين تطلع بقى يروح مكونين لك حاجة تعمل بيهم حاجتين اتنين، تتصل خارجي بالناس بيهم، تتكلم باللي اتربيت عليه. انت هتجيب منين؟ اللي اتربيت عليه صح ولا غلط مش مهم. وتكلم نفسك بيه، قال لك انت فاشل فتقول لنفسك انا فاشل، قال لك انت فاشل تقول للناس بيقولوا عليا ان انا فاشل، ونفس الكلام برضه وتقول لنفسك فعلا انا فاشل. ثم لما ربنا يكرمك كده بعد 7 سنين بقى رحت المدرسه ورحت الحضانه، ولا رحت قبل الحضانه قبل المدرسه رحت الحضانه، تخرج بهم للناس وتفتكر كل الناس اتربت زيك وعارفه الحلال والحرام زيك وعارفه الغلط والصح زيك وعارفه العيب واللي مش عيب زيك. فتيجي تتكلم، فتيجي تقول لهم والله يا جماعه على البطيخ مثلا دي بطيخه، فناس انا ما رحتش مش بقول لهم بطيخه، ضحكوا عليا جدا. يقول حاجه لما يضحكوا على كلامي صوره الذكاء تهتز عن نفسي، هو انا عبيط ولا ايه؟ ولما صوره الذكاء تهتز او ما انا تقديري الذاتي يهتز، لا اله الا الله، يبقى لما اطلع للمجتمع المجتمع هيعرف 4 حاجات عندي، هيشوههم لي يعدلهم لي. تخيل لو طلعت في مجتمع بيحب العلم وجيت اقول يا جماعه انا عالم او انا شيخ زي زمان كده سيدنا الشيخ الشعراوي بيتكلم انا امام ازهر، والمجتمع يقدر ذلك يا شيخنا ويا استاذنا ويا عالمنا، يوم الصوره الذاتيه تبقى جميله جدا. تروح لحاجه اسمها التقدير الذاتي، يحس بنفسه، ولما التقدير الذاتي تحس بنفسه يقوم يحقق ذاته، ولما يحقق ذاته يثق في نفسه، وترجع الدايره مين تاني. الاربعه الاخرى دول اللي هم الصوره الذاتيه، المفهوم الذاتي او التقدير الذاتي، ثم تحفيز الذات او تحقيق الذات، ثم الثقه بالنفس، هم دول اساس مشاكلنا. ومشاكلهم راجعه بقى كل واحد فينا لادراكك، رجع للادراك بتاع حضرتك. شفت الاربعه دول بطلع بيهم للناس، بطلع بيه بقى باللي اتعودت عليه. فانا افتكر ان كل الناس عارفه ان ده اسمه الم، في ناس تانيه اتربت ان ده اسمه محمد مثلا، عبد الصمد مثلا، رجب. فانا اضحك جدا، ايه ده هاتوا رجب، انا اقول هاتوا الالم، يضحكوا جدا عليا. لما رحت في السعوديه اديني بطيخ، ما تضحك بطيخ، ما عندي بطيخ يا عم، اللي قدامك ده اللي حطحط اديني حطحط. طبعا المصري مصري يعني بيضحك عليك مصري مش عارف وجعني يعني كان انا واحد عبيط بتكلم يعني كان انا كده. فاتجننت قلت انا اتربيت غلط ولا ايه؟ هو مش ده اسمه بطيخ يا جماعه؟ برضه المثال ده على الحاجه ملموسه. انتوا عارفين احنا في القيم المعنويه على الحلال والحرام، واحد اتربى على حاجه حرام جدا والتاني اتربى على حاجه نفس الحاجه بس انها حرام عادي بس، فيطلع للناس فاهم ان الناس فاهمه ان ده حرام نفس الدرجه، والتاني اتربى ان ده عادي، يصطدموا ببعض. يا نهار ابيض، انا شايفه عادي وانت شايفه مش عادي. لذلك لو واحد طلع بيحب مثلا زي ما قلت العلم، طلع للمجتمع ابوه وامه وغزوه العلم 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 العلم، وراح لحد ما راح 7 سنين وقيمه العلم والعلماء، وانت ابننا وانت يا ابني اللي هتعمل لنا وانت وانت، طلع للناس ربنا كرمه اول ما طلع للجمهور الصوره الذاتيه عمال يتكلم يا جماعه انا بحب العلم ونفسي احفظ القران او ارتله ترتيلا ونفسي افسر القران ونفسي اقول خواطر في القران، قامت الناس ضحكت. انت عبيط قوي، انت دقه قديمه، انت بتجيب الكلام ده منين؟ الكلام ده بيبان كتير جدا معانا اتصال، وارجع اقول لكم بيبان كتير جدا فين. معانا اتصال تليفوني، استاذ ايهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ ايهاب، اهلا بحضرتك. تنور الشاشه بصراحه يعني. ربنا يكرمك يا رب. انا بصراحه انا معايا مشكله، خدت بالك انت، يعني بقى لها مثلا من سنتين بالظبط، خدت بالك انت، فانا هي خلصت من امس يعني 3 شهور 4 شهور كده، كل ما انا بفتكرها بصراحه بقى. اتفضل. هي مشكلة عاطفية وكده. اتفضل يا زياد. هي كانت علاقة عادي يعني، علاقة مثلا بواحدة مثلا وكده يعني. علاقة يعني كنت بتحب حد يعني يا زياد؟ ايوه. تمام. بس كده. لمدة قد ايه؟ بصراحة قعدت 2 سنين معاها. تمام. بس كده فيعني انا بس يعني انا بصراحة ما قصرتش في أي حاجة. جت فجأة كده حصل مشكلة فكل واحد راح لحاله كده، بس أنا من بفتكرها بصراحة بتعب. انا عاوز حل مثلا ان انا مثلا عاوز ده انا عاوز انساها، عاوز انسى. تمام. انت مالك قد ايه ناهي الموضوع يا جهاد؟ 3 شهور او 4 بالظبط.
3 شهور بس بالتأكيد دلوقتي. اتفضل يا شهاب. يا ريتك انت تقول لي حل مثلا ان انا ازاي مثلا انسر الموضوع ده بصراحة. حاضر يا شهاب. ازاي يعني اوصل ان انا انساه ومفكرش فيه تاني عشان الواحد حتى يقدر مثلا يشوف شغله مثلا. انت شغال يا شهاب؟ شغال فيه. شغال فيه يا شهاب؟ لم تجر. هتجري تمام. وكان عندك طبعا العلاقه دي كانت مؤثره على شغلك كتير. اكيد طبعا. انا قعدت 2 سنين ما عملش اي حاجه خالص. وبصراحه يعني من اول ما سبت الموضوع ده خدت بالي كده، بديت ان انا يعني برضو اتصال فصل. بشكرك يا استاذ ايهاب، شكرا جزيلا جدا لحضرتك. سؤال مهم وفي صلب حلقه اليوم. فاكرين ال5 حاجات اللي انا قلت لكم عليهم؟ روح، جسم، مشاعر، عقل، نفس. وقت الحب انا هديكم تشبيه كده بسيط يعني، وانا عايزكم تضحكوا عليه زي ما بضحك عليه حتى الطلبه بتوعي. اقول لهم كده بتلتهب الجانب العاطفي، فعارفين الحاجه الملتهبه والمورمه تقوم الدائره العاطفيه تروح نافخه كده. لما تنفخ كده في مشكله، تروح ضغط على الجانب الثانيه، فروح مؤثر في شغلي، مؤثر في علاقتي بربنا سبحانه وتعالى، مؤثر في تجارتي زي ما بيقولوا. بالتاكيد انا واثق ان ده حصل، التهبت. اصل الالتهاب ده اللي حضرتك بتتكلم عنه ده عند واحد من اعز واجمل طلابي، يعني عند طالب جميل قوي حصل نفس الالتهاب ده. ولما كنت ادي المثال ده يقول لي والله يا دكتور وكانك يعني فعلا كنت عايش معايا. فانا كنت ملتهب، مأثر على جوانب حياتي كلها. عندي ناس كتير جدا سواء ولاد وبنات في وقت العاطفه، دايما اقول كده تخيل كده وقت العاطفه، لان احنا بنحب، احنا شعب عاطفي وما بنحب زي ما بنقول كده، عارف، بنحب باخلاص قوي. هو بصراحة مش بإخلاص على قد ما إنه بنندلق قوي ورا عواطفنا، يعني أنا ممكن أكون مخلص وعاطفتي أعرف أديرها، أعرف أدي القدر اللي ما يتعبنيش. أما واحدة بتحب واحد ناسية الدنيا عشانه، فتعبانة، يعني هو في شغله وحياته وهي تعبانة، الله يكون في عونها. يعني واحدة بتحب واحد من 14 سنة، أعرف واحدة تقول لك أنا بحب واحد من 20 سنة، إيه ده؟ منتظر ايه؟ منتظر اختار الموت يعني ولا ايه حضرتك؟ 20 سنه ومفيش اي ليه؟ طب ليه؟ سنه ولا 2 وخلاص، حاول تاخد قرار. العجيب دلوقتي اني بسمع ان واحد يقول لك انا اعرف واحده متجوزه ومستنيها ان شاء الله لحد ما تتطلق. ده حد ايه العبط ده؟ يعني انت بتخرب بيت ولا انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك عليا ولا بتضحك على ربنا ولا بتضحك عليها ولا بتضحكوا على البلد ولا بتضحكوا على مين؟ يعني انت منتظرها ما تتطلق؟ يعني انت بتخرب بيتها؟ لا، بس انا بحبها جدا. اي بارك الله فيك، جميل جدا. ما ده استشاره، ده سؤال جاي لنا النهارده. انا بحب واحده كذا كذا من حوالي 12 سنه ولا 10 سنين وفي نفس الوقت منتظرها ما تتطلق. طب وحشه ما طلقتش، اهو قاعد منتظر، ملتهب. ملتهب الجانب بتاعه ملتهب. معانا اتصال تليفوني ونرجع نكمل الرد على الاستاذ ايهاب. الو استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ محمد. ازيك يا دكتور فتحي؟ عامل ايه؟ الله يسلم حضرتك. منور الصحة والجمال يا فندم. ربنا يحفظك يا رب. حضرتك بتقول كلام طبعا جامد وقيم، وبالفعل هو اللي حضرتك بتقوله هو المظبوط صح. كلنا بنفضل نستنى ونستنى على امل وعلى امل وعلى امل، وانا مش هلاقي ظروف اكتر من كده. اشكر فيها حضرتك على المعلومات الجميلة ديت، وفعلا توجيهات عظيمة من دكتور عظيم. ربنا يحفظك. انا بشكرك على الهواء مباشرة. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ كل اللي حبك الله. حبك الله الذي احببتني فيه، بارك الله فيك يا استاذ محمد. شاكرين افضلك يا استاذ. وعايزك برضه دكتور يعني تفيدنا اكثر، طب ننسى ازاي ونعمل ايه ونهتم ازاي ونهتم بايه بالظبط؟ حاضر يا استاذ محمد، شكرا. شاكرين اتصالك وحبك الله الذي احببتنا فيه، بارك الله فيك يا استاذ محمد. ويسعدنا طبعا تواصلكم معانا، ان البرنامج ده لحضراتكم والاستفسارات نجيب على استفسارات حضراتكم. محمد الاستاذ ايهاب اللي هو قال انا والله الجانب عندي ملتهب، صح؟ لذلك انا بقول لك دول اعمل ايه؟ رجع الجوانب زي ما كانت يا ايهاب، صح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اللي انت اثرت فيها، اهتم بشغلك. انا يعني دي خلاص انت قطعت العلاقه، وانا واثق تمام الثقه في ان حضرتك دلوقتي المك النفس اقل من الاول. يعني انت من 3 شهور انا عارف ان الموضوع هياخد معاك 6 شهور بالضبط ان شاء الله. بعد 6 شهور هتكون اتنسى تماما، بشرط انك ترجع الدوائر التانية زي ما كانت. ارجع علاقتي بربنا، اهتم بشغلي، اركز في اهدافي، ادخل في الحياة. اما ان انا اقعد ابكي على الاقلام مش هتقدم خطوة واحدة. احب اقول لك على حاجة، الدنيا لم تقف عند فرد سواء كنت بتحبه او ما بتحبوش. الدنيا لم تقف عند اعتى العتاه عند فرعون،
ولم تقف عند أجمل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حب أديك قانون في الحياة، تستمر الحياة، تستمر الحياة زي القطر ماشية، حلو وحش ماشية، مشكلتنا كلها في تعلقنا احنا بالماضي. أرجوك رجع الدائرة التانية، حط لنفسك أهداف، اهتم بتجارتك، ارجع للمجال بتاع حضرتك تاني، تابع فيه على قد ما تقدر. أستاذ محمد الاتصال الآخر الذي يخبرنا أنه يحبه في يحبني في الله وأنا كمان أحبك في الله وأشهد الله بذلك وأشهد الله على ذلك. أنا عايز أقول لك حاجة يا محمد، زي ما حد بتقول موضوع إن الالتهاب ونفخ المشاعر زي ما بقول لكم كده، تخيلها الموضوع ده مثلا أنت يعني عندي خمس بالونات في مساحة متر وكلهم ملامسين بعض، فنفخت بالون أكبر من التانيين، تضغط على التانيين لما رجع الدنيا زي ما هي. الموضوع كله يا أستاذ يتوقف على ان اخد قرار. انا قررت معايا اتصال وارجع ارد عليك يا استاذ محمد تاني. استاذ محمد ايضا الو. وعليكم السلام يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ؟ الله يسلم حضرتك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. السلام. والله يا دكتور بالنسبه لل في عندي شكايه البيع والشراء ديت غريبه جدا، يعني انا ببيع كتير وبشتري كتير وحاجات ممكن ما اكونش بتبيع تجارة ولا قصدك بتبيع بني ادمين؟ لا والله ده خسارة كمان، يعني مش تجارة. يعني انت بتتكلم في التجارة بتتكلم ببيع مثلا، يعني ما ببقاش على حد. الو. واضح ان الاتصال انقطع يا استاذ محمد، حاول تعود الاتصال بينا تاني، لان لما فهمتش حد بتبيع وتشتري يعني ما بتبقاش على حد في حياتك، ولا بتتكلم في بيع وشراء في التجارة. اتصل بينا تاني ان شاء الله وكمل لنا الاستفسار بتاع حضرتك. دي نقطة. يبقى الاستاذ محمد والاستاذ ايهاب والاستاذ محمد الاتصال انقطع، ارجوكم اشغلوا حياتكم، عيشوا الهدف يا حضرات، غير ان انا اسمعوني ان انا اكون اب وان انا اتعلم وان انا رب اولادي وان انا اسيب اثر في الدنيا، كل ده ادوار في الحياه ليست اهداف. ان انا اكون احسن اب ده هدف، ان انا اكون احسن استاذ ده هدف، ان انا اكون احسن، مش ان انا معد برامج، ده دور، ده وظيفتي ان انا احسن معد برامج، ده دوري، مش ان انا دكتور، دي خلاص دي شهاده انت اخذتها ووظيفتك، ان انا اكون احسن دكتور ده هدف من اهدافي، ان انا اكون احسن حد يلمس الناس ده هدف من اهدافك، مش ان انا اعد الوظيفه، ده دور، ان انا انجب ده دور، ده دور فيسيولوجي بيولوجي انت بتاديه، رجل وامراه موجب وسالب بوزيتيف ونيجاتيف اضرب مع بعض ويطلع منتج، ده دور. ان انا ربي ولادي احسن تربيه، ده هدف من اهدافي، تربيه اسلاميه، ان انا ربي ولاد مختلفين، ده دور. ان انا ان شاء الله اعيش حياه واموت، ده دور هقضيها، كده كده هعيش فتره واموت، يعني انا اول واحد بقول لكم انا هعيش فتره واموت. ان انا اسيب اثر في الحياه، ده هدف. هتسيب اثر منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. ارجوك ثلاث اهداف رئيسيه حط كل استثماراتك فيهم لو عايز تشتغل صح وتسيب اثر في الدنيا دي. يا سلام لو اشتغلت على الثلاثه تبقى عالمي، ولو اشتغلت على واحد تلت عالمي، اشتغلت على اثنين تلتين عالمي، تلتين رائع، تلتين سوبر ستار، اشتغلت على الثلاثه سوبر ستار. ولد صالح، تربيه، حضر دوره، اقرا كتاب، اتعامل مع ابنك، قرب من ولادك. معانا اتصال تليفوني وارجع اكمل تاني مع حضراتكم. ام محمود الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام محمود. لو سمحت يا دكتور، الثقه بالنفس بالنسبه لابني، عايز يعني ازود عنده الثقه بالنفس. كم سنه يا فندم؟ هو ثانيه كليه. ثانيه جامعه، جميل. بتشخطي فيه كتير يا ام محمود؟ يعني انت او الاب، يعني انا بتكلم هنا الاباء عموما، انت او الاب او الاعمام، هل في تسلط عليه؟ لا، هو زي ما تقول حضرتك الحياه اللي احنا كنا عايشينها، احنا في الاول كنا عايشين في السعودية، عندنا انغلاق، فجي هنا في حياة يعني في حالة انفتاح، شيء انفتاح زيادة، وزي ما حضرتك شايف وهو خجول وخجول يتكلم مع الناس تمام. يعني انت بس بتسألي ان هو خجول ولا مش واثق من نفسه؟ الاثنين. جميل. يعني بينكسف وينحرج يتكلم مع اي حد. طيب البيت فيه مثلا اجبار على حاجات معينه لمحمود ابن حضرتك، بتجبره على حاجات معينه وبيخضع ويخنع، الاب فيه جزء التسلط شويه في الاوائل؟ هو مش موجود دلوقتي حاليا معانا، وانا واخواتي الموجودين.
اخواته الاكبر في جزء تسلط تعمل اللي احنا بنقول لك عليه محمود مثلا؟ يعني جميل. ايضا في الطفوله في طفولته كان في جزء من الموضوع ده، البس كذا ما نعملش كذا غلط كذا؟ طبعا، لان هو كان مدلل وهو صغير وكان سريع التحرك والانفعال والكلام ده كله، كنا دايما يعني كابتينه بمعنى اصح، اسكت ما تعملش ما تتكلمش، حتى لو اتكلم وغلط كنا نجبره بعدم الكلام يعني. بارك الله فيك يا ام محمود، ان شاء الله مشكله محمود سهله، اسمعيني من خلال الشاشه وان شاء الله اعاجب على حضرتك باذن الله سبحانه وتعالى. ام محمود، يا ام محمود، انا قلت في الحلقه السابقه الولد لما يجي من مجتمع منغلق كانه ميه بارده، مجتمع منفتح كانه ميه سخنه، في صدمه في الجهاز العصبي، في صدمه في اللبس، في صدمه في الانفتاح، في صدمه في البنات اللي موجوده في الجامعه والتبرج، هناك في انغلاق، في صدمه في المواصلات، في الزحمه، خصوصا المجتمع العربي الكويتي السعودي الكلام ده كله، الدنيا عندهم رايقه بصراحه. مواصلات رايقه والطرق رايقه ومفيش متر ومفيش زحمه، تيجي هنا علب سردين، علب سلمون، سلمون اصل يعني، عارفين علب السلمون الاصل المهروسه والمطحونه مع بعض. فالولد في كهرباء. اثنين، هي قالت الولد الصغير كل اخواته بيامروه من اول الاب، اوامر اعمل اعمل، هو مدلل وكل حاجه، لكن دايما الولد الصغير بيبقى هو يعني بنسميه ملتشط كل اخواته، هات المشرب، تعمل كذا، تعمل، ما يقدرش يقول لا. كل ده لما يجي يتكلم عيب، انت صغير ما تتكلمش. ام محمود بتدفع ضريبه للتربيه اللي فيها مشاكل، تدفع ضريبه اللي انا قلتها، اللي انا كمان دفعتها واللي حضراتكم كتير مننا دفعها. لذلك الابن تحت الضغط الكتير ده عنده ضررين اثنين حسب نوع الشخصيه. الحلقه اللي فاتت كان فيه واحد منهم، النهارده التصرف الثاني. الحلقه اللي فاتت قلنا لو انا وقعت في الموضوع ده عندي، انا عندي الاثنين في الاستشارات وعندي الاثنين في 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 عيلتي انا. عندي الاثنين، عندي اخويا رقم الاخير رقم خمسه، وعندي في عيلتي من اسرتي من الاقارب يعني نفس الموضوع. الشخصيتين دول موجودين، لو انا شخصيا طيبه ودوده هتحول يعني الشخصيه بتاعتي مش سيكوباتيه ولا فاديه، او هتحول لشخص انعزالي، انعزل عن نفسي واطيع الاخرين وابقى منزوي واخاف من الناس لان انا شخصيتي بقت كده. طبعا احنا ممكن نسمي ده، ام محمود كانت تسمي ابنها ده مؤدب وجميل فتره من الفترات، لما جه يحتك بالمجتمع في مستوى في الجامعه عرفت ان عنده مشكله، رغم ان المشكله عنده من زمان. شخصيه ثانيه عندي برضه في اسرتي في العائله، مش في الاسره بتاعتي لكن في العيله بتاعتي، نفس المشكله، الاب متسلط، طلع بقى واحد تمرد وساب البيت، مش عايز اقعد مع ابويا خالص، ابويا مش فاهم ان انا كبرت، ابويا مش فاهم ان انا بقيت راجل، أنا مش فاهم إن أنا أقدر أعتمد على نفسي، أبويا بيعاملني كطفل. أما التاني استسلم، خنع، الاتنين غلط. اللي خنع غلط واللي تمرد غلط، والاتنين ضريبة التربية الخطأ. لذلك أرجو من حضراتكم يا أم محمود يقرأ في كتاب عن الثقة بالنفس، يحضر دورة عن الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور، شجعوه، دعموه، شركوه في اتخاذ القرار، حفزوه في حل المشكلات، لو عندكم مشكلة في البيت، اشركوه حتى لو بالوجود بس. يعني قعدوا معاكم ناقشوه، ارجوكم كفايه نقد ليه. اكتر حاجه توجع هذا الولد هو النقد في كل سلوكه، غلط، انت صغير ما تعملش، اعمل، لا اله الا الله. تتخيلي كده انت يا ام محمود قاعده معايا دلوقتي في 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 مثلا في استشاره ولا في محاضره وانا الاستاذ بتاعك في المدرسه، وكل شويه اقول لك غلط صح، ربع ايديكي، طبقي ايديكي، افردي ايدك، ما تعمليش كده، لا اقعدي كده، لم البدله، تعديل الكرافته، يعني انا حياتي كلها غلط؟ احنا بنعمل كده مع اولادنا يا حضرات. 148 الف رساله و1000 كلمه سلبيه تتقال لابني في اول خمس سنين. 148 الف، ما تقعدش كده، ما ترفعش صوتك، ما تصرخش، ما تبصش يمين، ما تبصش شمال، ما تبصش فوق، ما تفرش في وشك كده، اعمل بالراحه كده، ما تاكلش بسرعه، ما تاكلش ببطء. 600 كلمه ايجابيه، برافو، مين حبيب بابا؟ 600 كلمه بس في خمس سنين. الله يكون في العيال، فعل العيال، ان العيال بتفلت مننا الصراحه، بتنفد، ربنا بيكرمها كده وتنفد. امال نعمل ايه يا دكتور بقى في اللي ولادنا بيعملوا حاجات سلبيه؟ اوه، 1000 طريقه لتعزيز السلوك الايجابي و1000 طريقه لاطفاء، بنسميه الاطفاء، السلوك السلبي، مليون الطرق. هو ده، هو ده النفس السلوكي، هو ده تعديل السلوك، هو ده العلاج السلوكي وتعديل النفس وتعديل السلوك وعلم نفس السلوك وعلم نفس الشخصيه وعلم نفس النمو. الاف الطرق، واحدة منهم بسيطة،
اطلب من ابنك اللي انت عايزه بوضوح. بس ابني بياكل يا دكتور كده عمال ياكل من كل حته شويه، بارك الله فيك. ما تقولوش ما تاكلش زي المفجوع يا ابني، يا ابني بتعمل كده ليه؟ يا ابني بتخطى في الاكل ليه؟ لا لا، قول له كل من قدامك بس، هو اللي عايزه منك، كل بالراحه بلاش، ما تاكلش كده. هي هناكل ازاي؟ ما تديش حل، ما تفرش كده، ما تديش حل، ما تعملش كده، ما تديش حل، اعمل كده اوكي، ما دام دي بتضايقك اعمل كده، ما تعملش كده اوكي هعمل كده، ما تعملش كده اوكي هعمل كده، لكن ارجوك اعمل كده. هي ده اللي يجيك. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما لقى الطفل عمال ياكل من كل حته كده، قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. تربية وعلاج سلوكي رائع. سيدك النبي لما لقى سيدنا عبد الله بن عمر وبلغه كده انه ما بيقيمش الليل، فراح نقابله كده اهلا ازيك يا عبد الله، نعم العبد عبد الله بن عمر لو اقام الليل. مدحه، مدح ابنك، برافو يا ابن مبدع. تبي نسميه برمجه عقل الطفل. اتمنى ان الله اعمل لكم حلقات عن التربيه النفسيه، يعني عارف كده عقلنا كده يشط اللي احنا بنعمله في اولادنا. والحمد لله اولادنا عايشين، والله العظيم المفروض ندي اولادنا جوائز نوبل انهم عاشريننا، لان احنا بنربيهم غلط. والعبد تنفذ، ربنا سبحانه وتعالى كريم وعارف ظروفنا الماديه والاقتصاديه والله، وعارف ليه نويتنا كويسه، بس بيسيب لنا حته كده في العيل برضه، يعني مش لازم العيل يفلت 100% برضه، يعني برضه ايه مش هينفع بقى 100%، فبيسيب لك حته كده يعرفك. عشان الولد ده ان شاء الله محمود باذن الله لما يخلف يا ام محمود يحضر له دوره، يقرا له كتاب، ما يربيش ولاده زي ما هو اتربى، فبيسيب له حته كده. اما يعني مشكله. فدي نقطه تخلي بال حضراتكم منها. دوره كتاب في الثقه بالنفس، حاجه عن التحفيز، حاجه عن الاراده، حاجه عن اتخاذ القرار، حاجه عن حل المشكلات، حاجه عن وجهه الجمهور. محمود يبقى بيرفكت، بيرفكت يعني يبقى يعني عندنا شخصيات يعني كانت جايه مش انطوائيه، منعزله، انعزاليه تماما، ما لهاش بالناس. فضل الله سبحانه وتعالى في دورات، في امسيات، في استشارات، ابتدى ترجع تاني تلاقي معاه الجمهور. ابتدى ممكن يعني انت عارف احنا لو يعني في انا ممكن اكون كنت بعاني قبل كده من الخوف من الجمهور. النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما خلصت نفسي من الموضوع ده، مش بنفسي، عندي اساتذتي، عندي دكاترتي، عندي الاساتذه اللي ساعدوني كتار جدا. ان انا اقف حتى قدام الكاميرا واتكلم معاكم، متخيلين ان انا اكتر واحد كنت خايف من الكاميرا، اكتر واحد في الدنيا والله كنت خايف من الجمهور. ويمكن اساتذته كتار جدا، من اول دكتورنا احمد عكاشه والدكتور محمود عكاشه ودكتورنا عادل صادق ودكتورنا ابراهيم الفقي ودكتورنا طارق سودان، والناس دي كلها كانت تدربني وتاهلني. مش مصدق يعني، انت عارف ممكن لو شافوني دلوقتي يقولوا يخرب بيت مخك يا فتحي، انت ايه قاعد لوحدك كده في حلقه ساعتين وعمال تتكلم وعمال تبص للكاميرا شمال ويمين وقال وتبتسم، بسم الله ما شاء الله. ده غير متعلمت من كل حد من اصدقائي. لو انا عايز اعدهم كده، كل طالب درس عندي هو صديقي، كل زميل اللي عملت معاه دوره ولا بحث هو صديقي، كل استاذ درسني في المدرسه هو صديقي. لو شايفيني دلوقتي والله اساتذه الابتدائي لما شافوني دلوقتي في التلفزيون قالوا يا نهار ابيض ده فتحي اللي كان يقعد في اخر تخته، ده فتحي اللي كان كذا. هو ده اللي عايز اقول لحضراتكم عليه. انا عمري ما اقدر انكر ان انا في يوم من الايام كنت زي حضراتكم بالظبط، بل اكتر، بل بالعكس. انا عايز اقول لكم على حاجه اساسا، يعني انا من كتر خوفي من الكلام قدام الناس، مره زمان كده وقفوني امام يعني في مسجد قدرا، فقالوا لي انت كنت متعلم في الجامعه ده، بقول لك اقف اقسم برب الكعبه ما قدرت اقرا الف...